الأخير جميع رفيقاتنا وهم، أنا أريد أنوه على نقطة مهمة اللي هي هدفنا من هذا الكونفرنس الآخر ومقابل هاي القضايا الاجتماعية اللي نوهنا لها، اللي هي الحل الأهم بالنسبة لنا وقائدنا عليه بهذا الكتاب، بناء مجتمع أخلاقي. كانت هناك مشاركة كبيرة جدا من كافة النساء في المناطق الأربعة من بجرقة طبقة دير الزور. طبعا هذه المشاركة بدأت بالمحاور محورين، المحور الأول والمحور الثاني. المحور الأول تطرق إلى القضايا العالقة في المجتمع ورؤية علم الاجتماع للفلاسفة وعلماء الاجتماع، وكان أيضا رؤية القائد عبد الله أوجلان. المحور الثاني تطرق إلى مفهوم الحرية، المفهوم الحرية الذي أراد القائد عبد الله أوجلان أن يصل كل ذكر أو أنثى في المجتمع إلى معنى الحرية بشكل صحيح. الحرية تعني الفهم، وعندما نستطيع أن نفهم الحرية وقتها نستطيع أن نفهم الحرية بشكل صحيح. تطرقت إلى كيفية تمكين المرأة اقتصاديا، وأيضا إدخال علم الجينولوجيا إلى المناهج التربوية، وأن يكون هناك وعي كبير جدا من أغلب النساء في علم الجينولوجيا. وأيضا كانت هناك عدة مخرجات كلها تطرقت حول كيفية أن تكون المرأة واعية من خلال التدريب الذاتي ومن خلال الدخول للتدريبات المفتوحة والمغلقة. فعلى هذا الأساس انتهى الكونفرنس بهذه المخرجات، وكثير من النساء شاركنا في المحاور والنقاشات التي دارت. الأهم لازم بغض النظر عن كافة الشعارات اللي راح تنحكى، عن كافة المهدافات اللي نحن نحكيها، فقط هاي الشعارات كمان لها معنى، يعني نحن نقول معنى اجتماعي كذلك الأمر بالنسبة لنا. في نفس الوقت بغض النظر إنه نحن لازم نعيش هاي الشعارات بداخلنا ونتعايش معها بحياتنا. شعارات القائد طبعا اللي هي دائما نحن نقول من المرأة نبدأ، من المرأة كذلك الأمر، والشبيبة نحن كمان راح ننتصر. بكافة نقاشات الرفيقات أعتقد إنه تم إيصال الفكرة. بنفس الوقت أنا حبيت شيء أضيفه بعد المحور المناقشات اللي أقولها، هذول سيلوجي الحرية اللي تم انعقاده تحت شعار بمحبتي بالتعايش مع أفكاري، هذه بمثابة رسالة موجهة إلى القائد أبو، إلى مقاومة السجن الأمراري، وأيضا رسالة موجهة إلى ذلك السجان، أنه مهما حاولتم من كسر من تجديد العزلة على القائد أبو، سوف نستطيع نحن بإرادة وفكر المرأة، بإيديولوجية تحرير المرأة، بالوصول إلى حرية جسدية للقائد عبد الله أوجلان. طبعا اليوم بنتيجة هذا الكونفرنس خرجنا بعدة توصيات ومخرجات، كان من أهمها هي رفع وتيرة نضالنا للوصول إلى الحرية الجسدية للقائد أبو، أيضا الاستمرار بمتابعة ورشات وقراءة مرافعات القائد، وسوف يتم قراءة المجلد الرابع. الجهد الكبير يعني اليوم يجب تكثيف النشاطات والفعاليات والبيانات من أجل الفك العزلة أو من أجل الحرية الجسدية. اليوم لم نعد بحاجة إلى فك العزلة عن القائد، وإنما اليوم نحتاج إلى الحرية الجسدية، لأنه ربطنا حريتنا بحرية القائد من سجن إمرالي. اليوم يقع على عاتقنا اليوم تنظيم أنفسنا، معرفة ذاتنا، التعرف على تاريخنا المخفي، لأنه بالوصول إلى معرفة ذاتنا ومعرفة طريقنا في الوصول إلى حريتنا نستطيع بذلك أن إيصال نشر فكر القائد أبو، أي نشر فلسفته، وبالتالي نقول أننا حررنا الحرية التامة للقائد عبد الله أوجلان. وهو الحركة النسائية، ونحن كافة النساء الموجودات تحت الصوان هذه الحركة. هذا الكونفرنس باعتبار أنه من ضمن الفعاليات دائما موجودة، وهي دائما تكون ضمن برنامج عمل من أجل التحرير الجسدي للقائد عبد الله أوجلان من سجن الإمرالي. ولكن المهم في هذا الكونفرنس كان هناك تنوع من خلال حتى الشعار الذي وضع، ومن خلال حتى البرنامج الموضع، وحتى كان المحاور المهمة الموجودة. العنوان هو عن سيسولوجيا الحية حرية، وهو معروف كتاب سيسولوجيا الحية من فكر والقائد عبد الله أوجلان. وبناء عليه هناك كان محور من هو المحاور الموجودة، ومن خلال النقاشات في هذه المحاور أيضا تم بناء عليه. طبعا هناك طرح المخرجات، وهنا طبعا هي 15 مخرجة بناء على الشخصيات، باعتبار أن الشخصيات النسائية التي كانت موجودة في المناطق المحررة طبعا من الإدارة الذاتية للشباب والشخصية وفي الأحزاب السياسية.
كونفرنس سوسيولوجيا الحرية تحت شعار محبتي تتم من خلال العيش مع أفكاري، والذي كان نتاج عدة ورش وبرامج تدريبية تم تنظيمها في المقاطعات الأربعة الرقة الطبقة دينزور ومنبج، ليتم عقد هذا الكونفرنس بتنظيم تجمع نساء زنوبيا وبحضور 250 امرأة من كافة المقاطعات من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والحركات النسوية، حيث خرجنا بعدة توصيات ومخرجات كانت على النحو التالي: 1. العمل على رفع وتيرة نضالنا النسوي من خلال تكثير الفعاليات والمسيرات والملتقيات والندوات وحملات الهاشتاج لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. 2. العمل على نشر وترجمة وتدوين أفكار القائد أبو وجميع مؤلفاته وتوزيعها على كافة شرائح